صار فجأة صاروا قالوا كورونا، بقوا بيقولوا ممنوع تطلع تطبل، ما بصار يعطوك تسريح فيش رمضان. قلت لهم لا، في رمضان وبدي اطلع اصحر، واللي بدكم يحكوا لازم انا اطلع اطبل، هذا اجواء رمضان بدي امشي انا اعمل اجواء رمضان، رغم بتقولوا كورونا انا بدي اطلع واعمل اجواء رمضان. وحد الدايب يا ناس.